السلام عليكم. قالت مصادر برلمانية نمساوية اليوم إن المهلة الخاصة بجماعة توكيلات وتوقيعات الناخبين للأحزاب التي ليس لها مقاعد برلمانية ستنتهي غدا الجمعة، وأن 5 أحزاب هي الشعب، الاشتراكي، الحرية، نيوز، قائمة الآن، حصلوا على تأييد أعضاء البرلمان، في حين تمكن حزب الخضر من الحصول على توكيلات من أكثر من 2600 ناخب. ويذكر أن الأحزاب التي حصلت على تأييد الناخبين ركزت نشاطها في فيينا وشتايمارك وفورلبيرغ. قالت الشرطة النمساوية الأربعاء أن أحد البنوك تعرض لهجمة في مدينة إنسبروك في ساعة مبكرة، مشيرة إلى أن شابا هدد موظفين في البنك بسكين واستولى على أموال ثم هرب. ونشرت الشرطة صورا من كاميرا المراقبة الخاصة بالبنك، ونوهت إلى أن الأموال المسروقة جاري جردها، حيث حملها الجاني في كيس بلاستيكي ضخم. وحسب موظفي البنك فإن ملامح الجاني غير نمساوية، كما أنه تحدث باللغة الإنجليزية مع موظفي البنك. على خلفية الاعتداء الذي شهدته محطة فرانكفورت الألمانية، عززت شركة القطارات النمساوية إجراءاتها الأمنية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في النمسا، حيث تسعى الشركة لتزويد جميع محطات القطار في النمسا ب7000 كاميرات مراقبة وزيادة موظفي الأمن في المحطات الكبرى، ونشر المزيد من عناصر الشرطة السرية، والعمل على بناء حائط زجاجي يفصل الركاب عن القطار ولا يفتح إلا بعد التوقف الكلي للقطار. وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم في فيينا على الجدول الزمني لتعيين مدير عام جديد للوكالة بعد وفاة المدير العام السابق يوكيا أمانو الأسبوع الماضي. وقالت الوكالة الدولية في بيان لها إن مجلس المحافظين قرر أن يكون موعد 5 سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي لاستلام الترشيحات، متوقعا أن يتم تعيين مدير عام في أكتوبر 2019 على أن يتسلم عمله رسميا في يناير 2020. انفجرات لنكتمل بالمعرفة.